بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. إن شاء الله يا جماعة احنا في جولة في تخطيطات العائلة الرياض، حي النهضة، شارع سلمان الفارسي. دي العروض الأسبوعية أو عروض العيد يعني وكده، كل عام وحضراتكم بخير. العروضات بدأت من يوم الجمعة، والنهاردة بدأت من يوم الجمعة 14/4 إلى يوم الأربعاء 19/4. عاملين هنا عرض على الشنط طقم 3 قطع أهو، مقاسات مختلفة ايه مستويات يعني، ب184 ريال. التلاتة حبة مع بعض ب184 ريال. الاول كان بكام؟ التلاتة حبة كانوا ب259 ريال، بقت ب184 ريال. انا بصراحة شايفة دي حلوة عن الفايبر، ولا تتكسر ولا رجلها اي شيء من الرمي اللي بيرموه في المطار يعني وكده. القماش بتتحمل يعني وكده، الطقم ومتوفر منها عدة ألوان يعني وكده. هنا قسم المفروشات، هنا في سجاد تركي 2 في 3 على 49 ريال، متوفر منه كذا لون اهو، ومقاس كبير 2 في 3، هو مخمل. اتنين في تلاته اتسألت كتير على السجاد اهو، عندهم عروضات على السجاده اهي. تشكيله من سجاد مقاسات 2 في 3 ب199 ريال، وهنا في مقاسات 1.5 × 220 ب119، و1.20 × 170، واتنين في تلاته اهو، و3 3.5 × 2.5، وثلاثة في أربعة. كل المقاسات عليها عروض، 119 89 199 199 289 200 399، اللي هي الأشكال دي من السجاد. هنا ما شاء الله في طقم الحفة الست قطع بكام؟ ب59 ريال اهو. ده عرض اللحاف اهو، الست قطع ب59 والتلات قطع ب39 ريال. هنا بقى قسم الاساس المنزلي، عاملين عروضات حلوه على طاولات الخدمه على 39 ريال. الاول كانت بكام؟ ب79 ريال، بقت الحبه ب39 ريال. ان شاء الله حلو. اللي هي دي على 39 ريال، عشان الإضاءة بس، على 39 ريال، عرض ممتاز. هنا الكراسي دي أو اسمها كراسي البار يعني وكده، مستويات بتطلع وتنزل يعني، على 59 ريال، توفر من اللون الأبيض واللون الأسود، على 59 ريال، اللي هو الشكل ده من الكراسي. هنا منهم طقم 3 حبة مع بعض ما شاء الله على 79 ريال. ما شاء الله الناس بتشيل فيهم عشان العرض ممتاز، على 79 ريال 3 حبة مع بعض. ده الطقم ده خشبي 5 حبات مع بعض، طاولة كبيرة و4 خدمة على 199 ريال. طاولة ماليزي زجاج على 219 ريال، اسمها طاولة ماليزي، تنفع شاشة للبلازما يعني، للشاشة البلازما او يعني مش عارف، او طاولة خدمة برضو تحط في المجلس كده يعني. مراية اطار سعر الحبة 99 ريال. من ضمن العروض هنا طاولة ذهبي 7 قطع، يعني طاولة خدمة، طاولة كبيرة وستة خدمة ب849 ريال، ب849 ريال. الأول كانت بكام؟ كانت ب1259 ريال،
الاول كانت ب1259 ريال. شنطة اهي اللي عليها عرض، قلت اصورها لكم تاني عشان اشوف عرضها كويس يعني. هنا قسم التحف، الفواحات دي على 18 ريال، 18 ريال 95 هلة. ليها شاحن، هنا في تصفيات. الشمع الصناعي ده كانت الواحدة ب5 ريال 75، أصبحت بريال و90 هللة. عدي عدي كاشير قسم الاكسسوارات. طبعا بتبان في الضلمة، هي منورة دلوقتي اهي. الواحدة بريال و90 هللة، يعني نفصلها يعني كده طفت وكده اشتغلت. اهو متوفر مستويات اهي بريال و90 هللة الحب. دي تصفيات. هنا من ضمن العروض بوكس الاكواب ده 24 حبة، الاول كان بكام؟ ب47، اصبح بكام؟ ب38 ريال. اهو لعبة تركيب المكعبات دي او الالعاب دي يعني وكده على 33 للأطفال. اهو البوكس على 33 ريال. هنا دي خاصة بالأطفال الأولاد يعني كده، سيارة مع ريموت ب23 ريال. اهو متوفر كذا شكل. هنا في لعبة تانية للبنات حلوة ب23 ريال، طقم مجموعة ألعاب متجر. مكنة كاشير اهي. بالنسبة للشنط 3 مستويات اهو، قوية ما شاء الله. متوفر عدة ألوان. أنا أروح واجع المين كل شوية. تلاتة حبة مع بعض. ب184 ريال. قسم الأطفال هنا في لعبة تعليم المشي، زي مشاية كده أهي، على كام؟ على 44 ريال. هنا في مفرش أطفال ب23 ريال. هنا في فساتين بناتي 48 ريال، من عمر سنة لثلاث سنوات. هنا عندهم صندوق أحذية مخفضة على كام؟ على 3 ريال 94 هللة. بس في شي غلط بالقصة. صندل بناتي على 3 ريال 94 هللة، يعني قولوا 4 ريال، ب4 ريال. لون اصفر. استعز بقى اللي يقلب ده برضو ب3 ريال 94 هللة. ده برضو حلو ب4 ريال. تبقى اهو احذية مخفضة 3 ريال 94 هلال. هنا في ملابس العيد للبنات على 31 ريال، الشكل ده مطاط من على الصدر ونازل بكلوشة كده، وهو قط 31 ريال. ده ب92، في ب37،
في ب31، دي برضه عرض خاص. ده 31 ريال، وفي ب31 حسب المقاس. ده 59 ريال برضه حسب المقاس، والكبير على 67 ريال. نختم هنا ان شاء الله، ونشوفكم في جولة جديدة، وكل عام وحضراتكم بخير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، من العايدين والفايزين ان شاء الله.